اي معركة من المعارك فيها غالب ومغلوب. احنا اذا غلبنا ودخلنا على عدونا الكافر، اذا احنا غلبنا شيء طبيعي هنفرض احكام الاسلام على البلد الذي دخلناها. احكام الاسلام بتقول ان كل الناس الموجودين في البلد اصبحوا غنائم وسبايا، نساء رجال اطفال اموال دور حقول مزارع، كل دي بقت ملك الدولة الإسلامية. طيب الناس السبايا دول مصيرهم ايه في الشرع؟ مصيرهم ان هم كغنائم يوزعوا على المجاهدين، وهناك قانون كما في الحديث ان من لم يحضر الغزوة لا نصيب له في الغنيمة، معروف كده، ما يحضرش الجهاد الغزوة ملوش نصيب في الغنيمة. طب أنا دخلت على بلد وتعدادها مثلا 500,000، نعمل إيه في 500,000 دول؟ قال لك المجاهدين نشوف عددهم كم، 100,000؟ ها؟ خلاص يبقى كل واحد ياخد 5، كل واحد ياخد 5، المسألة هتتنوع، تاخد لك 2 رجالة و2 ستات وعيل أو العكس، ها؟ لازم تتقسم. جميل، الناس دول اول ما يحصل هذه المنظومة لابد ان يقابلها شيء يسمى سوق النخاسة. سوق النخاسة لسوق بيع العبيد والاماء والجواري والاطفال، تمام؟ كل راس من هذه الروس بقى له ثمن. فأنا دلوقتي عندي 5 رؤوس مش محتاج حد منهم ومعذور في قرشين، أعمل فيهم إيه؟ أعلق لهم المشنقة وأتخلص منهم ولا أعمل إيه؟ قال لك لا، تروح تبيعهم في السوق. خلاص لازم عشان أبيعهم لازم يكون في سوق، فهنبتدي نساوي، تشتري مني دي بكام أو ده بكام؟ يقول ب 300، لا خلاها 314، لا 350، هات اشتري، يقبض ويمشي.